تشهد مدينة الصدر شمال شرق بغداد أعمال عنف وتفجيرات من حين لآخر، حيث أصبحت من أكثر المناطق عرضة للهجمات الإرهابية في العراق. عرفت مدينة الصدر عند تأسيسها عام 1959 باسم حي الثورة، وتم بناؤها لتوطين سكان ريف جنوب العراق. وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 غير اسمها إلى مدينة الصدر، وأصبحت المعقل الرئيسية لجيش المهدي الذي أسسه مقتدى الصدر في أواخر عام 2003 لمواجهة القوات الأمريكية. وخلال السنوات الأخيرة وخاصة بعد ظهور تنظيم داعش في العراق، تتعرض المدينة لهجمات إرهابية مكثفة، وقد شهدت تفجيرات بسيارات مفخخة في فبراير ومايو، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح مئات آخرين، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تلك الهجمات. وفي هذا الصدد قال المحللون إن ما ينفذه التنظيم المتطرف من التفجيرات في مدينة الصدر يمثل محاولة لتصعيد الخلافات الطائفية في العراق وعرقلة تقدم القوات العراقية للجبهات الأمامية عبر ذلك. وبحسب إحصاءات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فقد أسفرت أعمال العنف والهجمات الإرهابية في أبريل الماضي عن مصرع 741 شخصا وإصابة 1374 آخرين على الأقل.